زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم. رحلت من قاومة الاحتلال الإسرائيلي بالموسيقى والفن، وسقطت أمام عدو آخر أكثر خطورة وهو سرطان الثدي. أنا مرضت بالسرطان قبل 4 سنين، سرطان الثدي، وكان هذا كمان تحدي جديد، وهذا كان تحدي آخر، وأنا كنت في مرحلة متقدمة يعني من المرض، ولكن أنا 4 سنين بعدني عايشة وكافحت وانتصرت على المرض بابتسامتي. ريم البنا، الفنانة الفلسطينية التي غردت بصوتها آهات الفلسطينيين ومعاناتهم بدون كلل أو ملل. 9 أعوام من الصراع الداخلي، انتصرت على المرض في المرة الأولى، عاد إليها من جديد، فاعتزلت الغناء عام 2016 بعد إصابة أوتارها الصوتية. قبل 2 أسبوع كتبت البنا رسالة لأولادها على حسابها في موقع فيسبوك، قالت فيها: إن الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيف. رحلت من صارعت ونادت وآمنت بأن السلام يأتي بالسلام.